قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفين وكلنا في طابور، كله في أوانه وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. حاجات كتير لو تتشاف، هنتوب ونهدى ولا نخاف، انويها ربك هيسويها، خاف منه هيديك اضعاف. صفن وكلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. تعددت الأسباب في السكة من مش غلطان، وذنوبنا أشكال وألوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفن وكلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. مساء الخير يا قطة. خلصي ابعيني بالرخيصة رخيصة يا فكة. جرى يا خلصي، انت عامل لي فيها مخبر وبتتجسس عليا. ما هو ده ليه؟ عشان عاجنك وخبزك وعارف انك تربية وسخ. رهنت نفسي انك هتبعيني، وايه اللي حصل؟ لعبت معايا الدنيئة وبعتيني. انا ما قلتش حاجة. ولا هتلحقي تقولي حاجة يا روح امك. انت بتهددني يا خلصي. وسيح دم امك يا روح عين ام خلصي. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ عايزك تلم روحك وتحط لسانك جوه بقك، بدل النفس اللي خارج ده ما لاقيش مكان يرجع له تاني. فهمت ولا ما فهمتيش؟ سالك يا خلوصي، صورتك بريزه. ما عشان انت بريزه وانا خلوصي، ما ينفعش نلعب مع بعض اللعب الوسخ الشمال ده. الواد ده زبوني، وانت عارفه اللي بياخد مني زبون، ولا بيطلع له شمس ولا قمر. طب اقول لك ايه، تعالى ندخل جوه. تعالى انت قاعده تسلميني يا اخويا، مفيش حد جوه. يلا طب خلي قدام بقى. انا عمري طلعت عند دورك يا خلوصي. ولا تقدري، بس فكرتي والحمد لله ربنا سلم. بس خدي بالك بقى، الموضوع ده لازم نخلص منه. تسلميني الواد يا روح امك، وتاخدي نفحتك وخالتي وخالتك، وتفرقوا الخلايا. طب انا مش ضمني ان انت هتسيبني في حالي. اسيب مين يا بريزه؟ ده انا الملك بتاع الكتابه، يعني في قفا بعض طول العمر. ايوه كده، عقلك في راسك تعرفي خراسك. بقاش فيها كلام يا عمر. عايزه تسيبيني يا مر؟ انت اللي سبتني بعمايلك يا عمر. عمايلك ما بقتش فهمها خالص، والغزك اللي كترت قوي، وبعد اللي شفته النهارده ما بقاش ليها مكان في بيتك يا عمر. انت فاهم غلط، مفيش حاجه حصلت اصلا. وانا مش هستنى لما يحصل على فكره. يا عمر استنى،
الموضوع كله سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ عايزني اشوفها فوقك وتقول لي سوء تفاهم يا عمر. يا حبيبتي دي كانت جايه تحذرني من ناس ناويين ياذوني. كفايه بقى، كفايه تضحك عليا بالكلمتين دول. انا هضحك عليكي ليه؟ حبيبتي انا هضحك عليكي. انا عمري ما ضحكت عليكي ولا بفكر اضحك عليكي. انا بقول لك الحقيقه ولازم تصدقيني. حد كده وكفايه يا عمر، كفايه. لمار انت كده بتخربي على نفسك وبتخربي بيتك بايدك، ومفيش داعي كل ده، بلاش هبل. لمار انا كده بحترم نفسي يا عمر. لمار ايه ده انت واخده شنطتك كده ورايحه على فين؟ ها مالك لمار؟ هو في ايه؟ انت فاكراني هبوس ايدك ولا هجري وراكي؟ مع السلامه. ابي اللي انت عايزاه. في ايه يا عمر؟ عيب والله العظيم اللي بيحصل ده، ما تهدى شويه. خلاص يا بنت انت كمان، خلاص يا بنت. طب ماشي لمار، توحشين. باي باي حبيبتي. باي. مع السلامه يا هانم. حاجه تعرف شك 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 شك، خلقتيني خلاص. صوتي اتنبح وانا بقول تبنى الى الله، تبنى الى الله، تبنى الى الله. اخويا؟ ايوه حسام بكلمه بردش عليا. هو انت عايزه ايه من حسام؟ يا ستي مش وقت، قولي لي هو فين، انا عايزاه ضروري. هو انت مخبيه حاجه عليا يا حسام؟ يا ام الرغي بتاعك يا يارا، ما تردي عليا هو فين؟ معرفش، لما نزلت من البيت ما كانش موجود. ماشي انا ماشيه. استني. نعم. انت رايحه فين؟ هدور عليه، ما انا لازم الاقيه. عارفه ايه الجنان ده؟ يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي؟ يا حبيبي طول غيابك ليه؟ انت بتنده قطة؟ انت بتنده قطة مش عمال اندهلك عشان تجيلي؟ عمر انت ايه اللي جابك هنا عندي؟ عندك فين؟ ده انت اللي جاي عندي. تعالى تعالى عايزك. يا اخي ما تضيعش الكاسين اللي في نافوخي بقى. كاسين ايه وهباب ايه؟ تعالى شوف المصيبه اللي انت بلتنا بيها الاول. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ الزفته اللي انت اتجوزتها. اتجوزتها؟ وانا اتجوزت امتى؟ نعم. انت فوق. اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ ايوه افتكرت انا اتجوزت. الزفته خلت لمار تهج وتسيب البيت. رمار مين بس؟ رمار مين؟ انت هتفوق ولا ارزعك حقنه فوقك بيها؟ رمار ايوه مالها رمار؟ انا قلت لك قبل كده ان البيت باريزه دي مزقوقه وانت ما صدقتنيش. مزقوقه من مين؟ مش عارف، الا ما هموت واعرف. وانا كمان عايز اعرف لما هي مزقوقه وقعت. قوم معايا. على فين؟ قوم معايا. على فين؟ قوم معايا. هتروح فين؟ هروح الجناح عندك. طب ما انت عندي دلوقتي. انا عندك هنا؟ هنا احنا عندك؟ هنا احنا عندك؟ نروح قدامي. رايحين عندك هنا احنا عندنا. يعني هنروح عندك انت؟ هنروح عندنا عندك. امشي قدامي. مكان هنا كويس. غزال مش موجودة يا عمر، وكمان خدت هدومها. ايه يعني هربت؟ طفشتها يا سي عمر. طفشت مين انت كمان؟ هي دي بتطفش؟ البنت دي وراها بلاوي، ولازم اعرف مين اللي وراها. حرام عليك يا عمر، عملت ايه بس خليتها تسيبني وتمشي؟ كانت تونسني. عملت ايه فيني؟ بقول لك البت دي وراها بلاوي. بلاوي يا راجل؟ حرام عليك، بلاوي انها بتونسني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش فايده فيك. انت في
فين يا غزال؟ رحت فين وسبتيني لوحدي؟ ده انا ما صدقت لقيتك وبقيت معايا وبقى في ونس ليا. خلاص كلكم سبتوني. تاني في الشارع لوحدك يا باريس، زي ما يكون مكتوب عليك تترمي من شارع لشارع، ومش مكتوب لك اربع حيطان يداروكي ولا ظل راجل يحابي عليكي. ومن تاني يا باريس الدنيا هتفك فيكي حته حته وتشد من بقك كل حلو قبل ما تدوقي. كنت متأكدة ان انا هلاقيك هنا. في ايه يا عفة؟ مالك؟ مالي؟ ما بتردش ليه عليا يا حبيبي؟ تتهرب مني ليه يا حسام؟ مفيش عفة والله، اصل انا مشغول بس شوية. مالك يا حسام؟ هو انت مش عايز ندخل ولا ايه؟ لا 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 يا حبيبتي والله مفيش حاجة. انت في ايه؟ تعبانة؟ مالك يا حسام؟ مش على بعضك، انا عايز افهم في حاجة معينة؟ لا لا حسام والله. في ايه يا حسام؟ مين دي يا حسام؟ ما تقول لها مين دي يا حسام. عفا من فضلك نتكلم بعدين. بعدين فين يا حبيبي؟ ما خلاص، ما كل حاجة بقت باينة زي الشمس. سماح، خش خش اقعدي على السرير، خش جوه، خش جوه الأوضة. يلا ليه تدخل جوه؟ خليها، أنا عايزاها تتفرج، مليلة الفرجة ببلاش. خش يا بنت جوه، خش أنت، خش يلا. يا عفا مش هينفع كده، أنا تعبان، أنت مش فاهمة حاجة. أنا فعلا ما كنتش فاهمة حاجة، عشان صدقت واحد زيك غفلتني وضحكت عليا واشتغلتني بكلامك ومبادئك الفظيعة الجبارة، وفي الآخر أتاريك ربطني زي الطور اللي في ساقية وأنت بتجره. وفي الآخر لما عرفت إن في بطني خوستك أنت مش حد تاني، هربت مني زي الجبان. عفا ما تنسيش نفسك. لا يا حبيبي، وأنا لسه هنسى نفسي؟ ما أنا نسيت نفسي معاك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، خلتني زي ضلك بغبغان بيردد كلامك مش أكتر. عروسة حلاوة وقت ما تحب تاكل منها بتغرف، لما بتزهق بتكسرها، وكل ده عشان ايه؟ عشان غريزتك القذرة. يلا يا بنت بره بره يا بنت. انت ارخص بني ادم انا عرفته في حياتي. روح ارمي بلاك على حد غيري يا عفة. بقى ايه ده؟ مين اللي بيخبط دلوقتي؟ مين اللي هيجيك الحين؟ معرفش، ادخل جوه لحد ما اشوف مين. افتح انت الباب، انا جالس في مكاني. في ايه يا متعب ملك؟ انت بتشك فيا ولا ايه؟ بقول لك خش جوه. بقول لك انجزي، روحي شوفي مين. هنجز، امسك. هاتي هاتي. يا نهار اسود، يا نهار نهار بصراحه. هو ايش اللي جابها؟ ما اعرفش، اتفضل خش جوه، لو اتاخرت نط من الشباك زي ما انا عايز. ظبط حالها عليا. ما اعرفش، يلا ادخل مش وقته. يا نهار اسود. ايوه لمار. معلش انا اسفه يا سلمى، جيت لك من غير ما اكلمك، بس اصلا انت عارفه انا ماليش في الدنيا دي كلها غيرك. ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ وايه الشنطه دي؟ اصلا سبت البيت، هقعد عندك كام يوم. لا يا سما، لا انت اكيد بتهزري. طب وعمر يعمل كده ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اكيد طبعا حالته زي الزفت دلوقتي، مش كده؟ طيب اقفلي وانا هتصرف. اقفلي بقى، بطلي رخامتك دي. يلا باي باي. يلا يا غازي قوم معايا. على فين؟ لازم ارجع مصر دلوقتي حالا حالا. ايه يا غازي انت بتبصلي كده ليه؟ اهدي بس وفهميني في ايه؟ حصل حاجه لحد من اخواتك؟ ايوه
عمر اتخانق مع لمار وسابت البيت ومشيت. وده بقى السبب اللي انت مخلانا ننزل عشانه؟ امال ايه؟ عمر اخويا حالته اكيد زي الزفت ولازم انا انزل عشان اقف جنبه. طب ما عنده سما وعم حافظ. سما وعم حافظ بذمتك دول حد يعتمد عليهم؟ انا لازم اكون جنبه وما اسيبش اخويا في موقف زي كده ابدا. خلاص يا ستي نكلمه في التليفون ونطمن عليه. تليفون ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ لا طبعا انا لازم اكون جنبه عشان اعرف كمان ايه اللي حصل. هيكون ايه اللي حصل يعني؟ مشكله زي اللي بتحصل ما بين اي اتنين وشويه وهيتصافوا. كون ان سما تقول ان لامار سابت البيت ومشيت يبقى اكيد حصلت مشكله كبيره جدا. كبيره ولا صغيره؟ ده مش مبرر يخلينا نسيب شهر العسل وننزل بالشكل ده. يا غازي انت اكتر حد في الدنيا عارف عمر بالنسبه لي ايه. عارف يعني لما عمر يكون تعبان او في مشكله او في محنه وانا مش معاه انا ممكن يحصل لي حاجه. احنا كمان عرسان جداد ومن حقنا نعيش يومين. خلاص خليك انت عيش اليومين وانا هروح الم هدومي. استني هنا. يعني ايه تروحي تلمي هدومك؟ اي ايه ده غازي احنا وسط ناس. وانا جوزك وكلمتي هي اللي هتمشي. واخويا في مصيبه. جوزك ولا اخوكي؟ لا ما تحطش نفسك في الكفه دي عشان ما اظلمكش. ده انت لو عايزنا نكمل او نعيش مع بعض. كل ده عرفته امتى وازاي؟ يوم الجواز وبعد كتب الكتاب. وازاي وافقت على الجوازه من اصله؟ ليه ما منعتهاش؟ كان صعب قوي اكسر فرحتها. صعب جدا يا عيني. تاريخ كنت مبلم زي اللي واكل سد الحنك. شفت الهنا اللي انا فيه؟ شفت الهنا اللي انا فيه؟ من ناحيه مصيبه تينا وجوازها، خد بالك؟ من ناحيه تانية لمار اللي هجت وسابت البيت، من ناحيه الثالثه بريزه هانم فك والناس اللي عايزه تاذيني. طيب كل ده وانا تايب. كل ده وانا تايب. امال لو مش تايب بقى؟ لو مش تايب اقول لك ايه؟ سيبك من دول وخليك معايا. طب بريزه مشيت ليه ما دام كانت ناويه تحكي لك؟ ده لغز تاني ومحيرني وبرضه مش لاقي له حل. يمكن خافت او حد مهددها. ويمكن بتلف لفه عشان تعمل لي مغرز جديد. لا يا عمر ما تظلمش بريزه. لا والله لا لا بجد لا لا اطلع من دول اطلع من دول. انت دي كانت بتشتغل ايه؟ لا 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 يعني بتشتغل ايه يعني؟ لا حول ولا قوه الا يا عم. فوق وارحمني فوق بقى وارحمني يا عم. مش مهم اعرف هي بتشتغل ايه، المهم هتعمل ايه في المصايب اللي حاطه على دماغك دي. دبرني دبرني. مش انت كبرنا برضو؟ مش انت كبرنا ولا انت ضيف شرف في الفيلم دوت؟ لا ضيف شرف ايه؟ ما كنت عايز اشتغل فيه، بس فيلم ماسخ دمه تقيل، فيلم اسود في اسود، وبعدين كل عقده فيه بشنيطه محطوطه فوق دماغك. لا نورت المحكمه. لا اضفت. لا كده انت اضفت، بجد اضفت. عايز حل، حل يا رب. ده انا تايب استقامه. عشان كده ربنا استجاب لدعائك ومعايا. انت بتتكلم بجد؟ ايوه. لقيت حل؟ ايوه لقيت حل. لقيته. احمدك يا رب. قول لي يلا مع بعض. لا قول لي والنبي. اقول لك هنا. طب قول لي هنا انا مش هنا. ايوه عمي عمي. هنروح مصمت اكلة كوارع ترم عضمنا. اكلة كوارع ترم عضمنا. هو ده الحل؟ من وجهة نظري. من وجهة نظرك ناكل كوارع تحل ال ترم عضمنا. تبنى إلى الله تبنى إلى الله. عمر كتف إيديا وربط رجلي وكم من بقي ورماني في بحر غويط حتى ما سابليش آخر نفس الحق روحي بيه. دوقني طعم حب كنت محوشة لكل حاجة حلوة فيا. لهاني بشك وحيرة وحاجات كتيرة قوي لحد ما دخت منه وقعت. وفي الآخر صحاني على هدى المعتبر. محتاجة
محتاجه له عمر تاني علشان اقدر افوق منه. مش يمكن يكون مظلوم فعلا وانت فهمتي الموقف غلط؟ الست ممكن تفهم اي حاجه في الدنيا غلط الا مشاعر جوزها ناحيتها او ناحيه واحده تانيه. كان لازم تديله فرصه تانيه برضه عشان يوضح لك هو عمل كده ليه. فرصه؟ الفرصه دي انا اديتها له بدل المره 10. اول مره لما وافقت ان احنا نتجوز بالسرعه اللي هو عايزها، وتاني مره لما كنت بصدقه في كل موقف كان بيحصل يبرره لي. بس للاسف المواقف بتخلص ولا مبرراته بقت تقنعني. تحولت الحكايه كلها لتنازلات، تنازلات كتيره قوي، كل يوم عمال بتزيد بتزيد قوي. يا سلمى لمار، دموعك دي بتاكد لي حاجه تانية خالص. انت مش بتحبيه بس، انت بتموتي فيه. الدموع اللي انت شايفاها دي عشان اول مره في حياتي احس بالاهانه. اهي من امبارح كده قافله الاوضه عليها وهاتك يا صلاه وقرايه قران، مش عايزه اتكلم حد. سيبيها على راحتها. راحتها ده ايه؟ هي كلهم بحال. السلام عليكم. السلام عليكم. حرم يا بنت جماعه، اظن ان ابسط حقوقي لما في اوضتي لما حد يدخل يخبط الاول. بليز وحياتك قبل ما تعلمينا الحقوق والواجبات فهمينا الاول انت حكايتك ايه بالظبط. فوفا انت كنت بتعيطي؟ ارد على اي سؤال فيهم. يا بنتي احنا عايزين نطمن عليك. اوعي تفتكري ان انا نسيت موضوع المستشفى وعديتهولك، انا لازم اعرف كل حاجه. الله اكبر. واحدة عشان خاطر ربنا. طبعا عشان خاطر الست. امشي يا بنت من الله يسألك. امشي. كانت وجع في بطنك. انت يا بنت تعالي تعالي اقعدي هنا. خدي لك واحدة عشان خاطر ربنا. سيبك يا اختي من الاسطوانة دي. انت اسمك ايه؟ وردة. ده بجد ولا بحركات؟ ولا اكل عيش. ايه ده 10 جنيه؟ انا ما معيش باقي. ومين يا اختي قالك ان انا عايزه باقي؟ كلي عيش يا حبيبتي، روحي كلي بيهم عيش. انت اسمك ايه؟ بريزة. بجد ولا حركات؟ كله اكل عيش. قومي يا بت، قومي كلي. خدي دي عشان بريزة. بريزة. رف رف يا مرتضى. ايه؟ خلوصي انت اللي جابك هنا؟ انت عرفتني ازاي برف؟ ده انا متخفي ونضاره ومكلف حاجه. تخفي ايه يا راجل؟ معقول في يافطه على صدرك؟ دي يكون فلاشه يا بروف. وبعدين انا مأمن الطريق كله اندر كنترول، ما تقلقش. اندر كنترول ايه؟ انت اتجننت؟ تيجي لغايه مكتبي؟ ارجنت، امر ارجنت جدا يا بروف. ايه اللي رماك على المر يعني؟ مر وارجنت. استنى هنا استنى. عصب يا واد بروف. ايه اللي لابسه؟ استغفر الله العظيم. انا قلت لك ما تخافش يا بروف، انا مأمن. انا خلوصي خلوصي كله خلوصي. قول. ماشي اقول. قول بقى الارجنت اللي انت جاي عشانه. البت باريزه كانت هتقلب الترابيزه وهتجيب الموضوع شوت داون. ازاي؟ فاكر من اخر مره قعدنا معاها؟ شميت انا كده منها ريحه وسخه. ايه ما كانش غاسله رجليها؟ مش ده القصد يا دوك. ريحه غدر لبتلها زي ضلها. وقعدت وراها لقيتها قافشه في رقبه الدكتور عمر صاحبك ده، وعايز ابخله بالكلمتين. قالت له حاجه؟
ما بقاش قلبك خفيف كده يا بروف، خليك معايا الاخر بس. هوب كلوب لقيتني في وشها على طول، كشنتلها اتلمت، بس انا قلت كده يعني يا عم نروح واحكي لك برضه على اللي حصل. بقول لك يا خلوصي، انا قلقان للبنت دي تبوظ لنا كل حاجه. لا 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 يا بروف، انا مش عايزك تقلق من الموضوع ده خالص. وبعدين يا بروف انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، البنت دي تربيتها اي نعم تربيه وسخه، بس بشويه فلوس كده تيجي تحت بطن على طول. تعبيط ياض ولا ايه؟ انت هتشتغلنا يا خلوصي؟ حاشا لله يا بروف، انا اقدر، ده انا حبيبك. خلاص لو عايز تبقى حبيبي بقى بصحيح اكسبني، انا مكسبي دائم وكبير. بس الامر يا بروف محتاج شويه محفزات كده عشان الواحد يبقى اون فاير يعني. طب ولو البت دي قلت معانا؟ لا لا، اقرا عليها الفاتحه، ولا اقول لك ما تستاهلش حتى الفاتحه كمان. لا لازم نقرا الفاتحه، قرايه الفاتحه على الميتين واجب. راحتك بقى، خد بالريك. كام دول؟ كده افري سينج از اوكي. افري ايه؟ افري سينج غلط ولا ايه؟ امشي امشي يا خلوصي. تمام يا بروف، خد افري سينج واتكل على الله. بصراحه هنيتي الف حمد لله على السلامه يا ستي، نورتي الدنيا كلها. هو ده وقت زغريت فين عمر؟ خرج من بدري. خرج من بدري؟ ما تعرفيش ايه اللي حصل بينه وبين لمار وسابت البيت ليه؟ وسما فين يا سما؟ استني بس يا ستي، سما مش موجوده، خرجت هي كمان. خرجت يا دي الخيبه. ايه دي بس، وخدي نفسك كده. نفس ايه دلوقتي؟ غوري من وشي غوري. الله يكون في عونك يا عم الحاج. ما اكلم عمر يا رب بقى ترد عليا يا عمر. مش شايفه انك اوفر قوي؟ يعني ايه اوفر؟ يعني مزوداها كده، كان انت الوحيده اللي عندك اخ عنده مشكله. مش كفايه شهر العسل اللي باظ؟ تمام انا فوق بقى، لما تطمني بقى حصليني. سلمى انت بتعملي ايه كل ده؟ مفيش، كنت ببص على المحل اللي جنبنا. على فكره عمر بره جاي عايز. طب يلا انجزي، عايزه امشي. كنت متاكد اني الاقيكي هنا. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا شكرا يا سلمى، هما كلمتين وامشي على طول. انا ماشي يا سلمى، اقفلي وهصلي. عمار انا جيت لغايه عندك عشان افهمك. وانا مش عايزه افهم حاجه يا عمر. ما تبطلي بقى العند ده. هتزعلي تاني؟ مش انت اللي قلت لها من اللي انت عايزاه؟ كفايه بقى يا عمر، كفايه. لمار. هي لمار كده شكاكه طول عمرها، ده اللي خلاها تخسر ناس كتير، وانا ياما حاولت معايا بس للاسف مفيش فايده. ناس كتير ازاي يعني؟ عمر انت عارف كويس ان لمار طيبه جدا، بس احنا مش ملاك وكلنا بنغلط. المهم ان احنا نعدي لبعض عشان الدنيا تمشي. لازم تحس بيا يا زوزي، مش عايزاك تزعل مني. انا مش زعلان. مش زعلان؟ ما هو كمان ما ينفعش ان في يوم وليله كده ابقى زي ما انت عاوز بالظبط. انا برضو ست مش طبيعيه يعني، عندي شويه عقد وكلاكيع كده، وانت اللي لازم تفكهم. انت مش مداني فرصه اصلا، بعدين حبك لاخواتك بقى شيء مرضي. ايه؟ هو انا بقولك ما تحبهمش؟ بس انا كمان برضو من حقي عليك انك. انت من حقك وهما من حقهم، ولو قعدنا نقسم الحقوق مش هنخلص يا غازي. سيب الدنيا تعمل فينا زي ما هي عايزه، واحنا كمان نعمل اللي احنا حاسينه بجد. ويا سيدي مطرح ما هترسى
هتحطنا. وانا فين اصلا من كل ده؟ عارف انت فين؟ انت هنا. عارف يعني ايه هنا؟ يعني احساس بيحسسني ان انا موجوده على وش الدنيا. اوعى تستهون يا غازي الاحساس اللي انا بحسه من ناحيتك. احساس ما بيجيش في العمر غير مره واحده وملوش تاني. وانا دايما بحمد ربنا ان انا لقيتك. انا مش عايز حد يشاركني فيكي حتى لو كان الحد. لا ارجوك ما تصعبهاش عليا. اخواتي دول حته مني. عارف يعني ايه حته مني؟ على فكره البنت دي لخبطتني اخر لخبطه. انا مش عارف هي عايزه مني ايه بالظبط، وايه كم العقد اللي بقى فيها ده. هيفا ما كانتش كده ابدا. يمكن تبقى حاسه بحاجه بينا. حست ازاي بس؟ يا ترى انت جبتي سيره لحد؟ هجيب سيره لمين يعني؟ وبعدين انت مالك اتخضيت كده ليه؟ احنا متجوزين على فكره، ولا احنا عشان قاعدين في شقه مفروشه فانت نسيت؟ ما انت عارفه ان دي ظروف مؤقته، وانت عارفه ظروفي. على فكره بنتك مش محتاجه حد يقول لها حاجه. البنت في السن ده بتحس بكل حاجه تخص باباها. مفيش حد يقدر يحس بقيمه الاب غير اللي اتحرم منه بدري. دي تبقى مصيبه لو حست. خايف عليها ولا على الكرسي؟ انا بنتي اغلى حاجه عندي في الدنيا. اغلى مني انا كمان؟ تصدقيني لو قلت لك اني بلاقي عندك حاجات كتيره انا كنت محروم منها عندها. مصدقك. ما بقاش للكلام اي معنى ولا للعتاب له اي قيمه. كل حاجه بقت شبه اي حاجه. كله محصل بعضه يا ماما. حبيبتي انا امك، ما تبصليش كده. حتى لو اختلفنا دي حقيقه في الاخر انا ولا انت نقدر نهرب منها. الام مش كلمه بتتقال عشان تقرب بيها المسافات، ولا حاجه ممكن تتنسي عشان تفكريني بيها. الام احساس. الام احساس موصول بقلب بنتها، ربطه ربنا بحبل سري. بس للاسف بقى انت قطعتيه بعد ما بقيتي مخليه حلمك على قدك انت لوحدك وبس. وسخرتيني وسخرتي كل حاجه حواليك علشان تحققي بما فيهم بابا. يمكن اتلهيت عنك شويه بس ده علشانك وعلشان انت. انت ما اتلهيتيش عني انا لوحدي، انت كمان اتلهيتي عن بابا. لحد بقى في كل حته بره بيدور على نقصه فيكي. معقول؟ معقول تشايفيني بالوحاشه دي؟ انت اللي حاولتينا كلنا للمرايه علشان تشوفي نفسك انت وبس. طب طلمها كده ليه يا دكتور؟ يا فندم؟ يعني ما تنورها شويه، خلينا نشوف بعضينا. لا خلاص يا فندم احنا خلصنا، تقدري تلبسي هدوم. ايه ده؟ لحقت بالسرعه دي؟ حنان ده جوز الست. حاضر. جوزي بس خليه متلقح بره استنى بنكسر. خير يا دكتور؟ طمني بس انا قلقان قوي. لا مفيش حاجه، مفيش داعي تقلق خالص، ان شاء الله التحاليل دي هتطلع نتيجه كويسه باذن الله. بس انا شايف ان انتم مستعجلين شويه على حل المكان. اصل انا بقالي 3 سنين بحاول يا دكتور وكل المحاولات بقت بالفشل. هستنى ايه تاني؟ ان شاء الله خير باذن الله، طمن المره دي. أنا سايب المحاولة الجاية دي بقى عليك أنت يا دكتور. ربنا يجعل على إيدك الشفا يا رب يا دكتور. مش هوصيك بقى يا دكتور. كله على الله يا مدام، كله على الله. مروة. مروة. أنت لحقت تنسى. مالي إيدك كويس من الموضوع ده يا مرتضى؟ 100% يا دكتور. أوعى تغلط، أي غلطة ممكن تودينا كلنا في 60 داهية. عيب يا برنس، ميزك. بس هي الحكاية حراقة شوية. يا مرتضى هي ناقصة، ناس جرالنا ايه؟ ناس كلها طمعانة، كله عامل زي المناشير، ايه ما بقاش عندهم ضمير؟ الدنيا بقت وحشة أوي يا دكتور. مش كفاية عليا الواد اللي بلاني بيه نيازي ده، عامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. المعلومات اللي عندي بتقول إن الواد ده والبنت اللي معاه وراهم حكاية تخص عمر. أيوة، ما البنت دي متجوزة عمه اللي اسمه حافظ ده. لا 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 لا، الحكاية فيها إن تانية خالص. ايه في لعب من ورايا ولا ايه؟ طب ولو في لعب، لحساب مين؟ لحساب نفسهم. اه يهبشوا من هنا شويه ومن هنا شويه. الله، مش بقول لك بقى الناس طمعانه عشان بتبدي غاز عليا. شفت انا بعمل ايه وهو غرقان في العسل ومكبر؟ ما هو انت لو مالي ايدك هنكبر كلنا يا مرتضى.
تصبر يا اخويا. تصبر يا اخويا. صبر. كلنا وسامحنا وهنرجع صلب سليم.